مين مفكر حاله؟ الغبي ببعث لي رسالة مع كنان وعم يتمسخر علي. كنان؟ مين هي البنت؟ يعني مصر إنك ما تروح معنا على اسطنبول؟ اسطنبول؟ أنا قلتلك إذا تركت الأرض اللي ربيت فيها اسطنبول بتاكلني بسهولة. طيب إذا غيرت رأيك بابنا مفتوح إلك دائما. شكرا إليك، الله يحفظكم أنتي والخال عزيز. دير بالك على حالك منيح، ماشي كنان؟ وأنتي الله ييسر لك طريقك. كنان، كنان، مين هديك البنت؟ إيجي. إيجي؟ مين إيجي؟ شو دخلك؟ ليش عم تحققي معي؟ كنت عم حاول ضل جنبك لأنه مزاجك معكر ومزعوج، بس شفت مزاجك كتير منيح وعم تعانق هديك البنت الرخيصة على القارب. وافي وافي، احكي بأدب، لا تغلطي بحقها بدون ما تعرفيها. كيف بنت غريبة صارت غالية عليك لهالدرجة هي؟ ايه برو، روحي ولا تضايقيني. بالمناسبة لا تحاول أبداً إنك تعمل واسطة مشان أخوك، ما ضل غيره بهالدنيا، ويا ريت تخبره لا يتحمس لأنه ما في أي أمل. أنا مستحيل أقبل يا كنان. أساساً روحي رح تطلع، لا تزعجيني، روحي لا تخليني أغلط. يلا كل الأشخاص اللي قريبين منك أنا رح بعدهم عنك كلهم، هازال وإيجي كلهم رح يروحوا، وأنا وإنت رح نبقى لحالنا، بس أنا وإنت يا كنان. أمي عم اسمعك، شو هالموضوع يلي كتير مهم يلي بدك تقوليه؟ هالاتحاد كتير رح يكبرنا فورال، انتمائنا التجاري وسمعتنا واسمنا رح يكونوا أعلى مما هنن عليه. ايه مو هذا يلي كان بدك ياه أساساً؟ ايه مزبوط، بس هالشي بيعني انه رح تكون العيون علينا بنفس الوقت. ظن انك بتعرف منيح اذا انكشف يلي كنا عايشينه قبل سنتين، وقتها مندمر يا فورال ومننتهي وما عاد نقدر نوقف على رجلينا مرة تانية. أمي هداك الموضوع تسكر وانتهى من زمان، لبقى تفتحيه. يمكن انتهى من ناحيتنا، بس عزيز مبين انه ما رح يتراجع بنوب، ما رح يستسلم ولا يتراجع، رح يضل يضغط علينا. لهذا السبب لازم ندير بالنا وننتبه اذا قدر انه يمسك اي طرف خيط ضدنا. عزيز توبراك أبداً ما بيهمني يا أمي، الرجال اللي مثله مو شاطرين غير بالاستعراضات. بس أنا بيهمني فورال، أنا بيهمني إذا عزيز توبراك عرف شو صار ونحن شو سوينا، ساعتها رح نغرق بالمصايب. ابني مو بس سمعتنا التجارية رح تتأثر، عائلتنا كمان رح تتدمر. لهالسبب ما فينا نهمل عزيز، لازم نكون جاهزين بكل لحظة. هازال؟ نعم. انت لوين بدك تروحي؟ اختنقت جوا، بدي شم هوا. ماشي. اكيد سمعت. ما رح تفهم شي من يلي سمعته، لا تاكلي هم. كيف يعني ما رح تفهم شي من يلي سمعته؟ قليلة التربايه عم تتجسس من دون خجل،
إذا ما عاد حكيتي بهالمواضيع جوات البيت ساعتها ما بيضل في أي خوف يا أمي. لآخر مرة بحذرك، أصحك ينذكر هالموضوع ويكون في احتمال إنه هازال تسمع. شكرا إلك. صحتين وهنا. أنا اختنقت جوا، بس ما أكون عم إزعجك لتكوني بتحبي تضلي لحالك. منيح إجيتي. أنا كنت بدي أسألك عن شي. تفضلي. الرجال اللي قوص بالعرس عزيز توبراك؟ ما قلتلك هديك المرة منافس إلنا بالتجارة. بعدين لا تقلقي أخي، رح يحل الموضوع. بس إذا هو منافس إلكم بالتجارة، ليش لحتى يجي ويقوص بالعرس؟ أنا برأيي كأنه في عداوة تانية. الرجال مريض نفسي. اسمعي أرمك، قبل شوي سمعت شوي من حديث أمك وأخوكي بدون قصد. جنان خانم قالت إنه عزيز ما رح يترككم إذا عرف الحقيقة، وزواجي فورار خلى عزيز توبراك كتير يعصب، وأنا ما فهمت شو إله علاقة فيني. الرجال حط أخي فورال براسه وهو ما بده إياه يكون مبسوط. هازال نحن بكرة رح نروح على اسطنبول، ما حدا بيقدر إنه يقرب منا هنيك. أخي بيحل كل شي، لا تقلقي. إبرو أهلين وسهلين. أهلين فيك يا حبيبتي. مرحبا أنسة أرماك. لا عادة تقولي لي أنسة، صرنا قرايبين. أسفة هيك متعودة. طيب رح روح لأترككم تحكوا على راحتكم. ابقي معنا. شوفك بعدين. شوفك بعدين أنسة أرماك. منيح إجيتي. تعالي. ايه عن شو حكيتوا؟ ولا شي، ما حكينا شي محدد. أرماك عن شو حكيتوا؟ سألتني عن عزيز توبراك. معناتها هالغبية سمعت حديثنا. ايه وشو قلتي لها؟ لا تاكلي هم، ما حكيت عن ناز. بس هازال بنت ذكية أكتر من ما بتظني، والأفضل إنكم تحكوا لها عن ناز، لأني ما بتوقع أقدر أكذب عليها أكتر. شكراً إليك. هزال مو بينتك منيحة بنوب، وشك مخطوف ومبين إنك تعبانة. لما كنت طالعة من البيت مبارح مرق كينان، شافني مع فورال، كان بعيونه في كره كبير لدرجة لو قوصني بهديك اللحظة ما كنت توجعت هيك. هزال بلا ما نرجع من البداية لو سمحتي، ما عاد في أي شي تساوي تعرفي. فهمي بقى، انسيه لكنان، لا تفكري فيه لأنه ما عم يفكر فيك بنوب. شو قصدك بهالكلام إبرو؟ بالحقيقة ما كنت ناوي أخبرك بهالشي، بس بعد ما شفتك بهالحالة لازم تعرفي. حطي عقلك براسك هزال وتطلعي قدامك وعيشي حياتك، لأنه هيك كنان مساوي. كنان قطع كل أمله فيكي ومشي بطريقه. إبرو بلا هاللف والدوران، قولي اللي بدك تقولي بسرعة. اليوم شفت كنان هو وبنت، بصراحة كتير حلوة، مبين إنها غنية لأنه مع سيارة حديثة. شفتهم كانوا متعانقين على القارب. شو
هزال. بالنهاية صار اللي بدك إياه. هزال اسمعي، كنان نسيكي ومشي بطريقه، وانتي امشي بطريقك مثله، اهتمي ببيتك وعائلتك. هزال انتي صرتي هلأ من عائلة ديمير أوغلو، إذا استخدمتي عقلك منيح وقتها بتصيري واحدة من أقوى النسوان اللي بهالبلد. طلعي قدامك تمام؟ انسي كل شيء. مين هديك البنت؟ ما بعرف أساساً، مو هذا المهم حبيبتي. هزال انتي سويتي هالشي مشان كنان يتركك ويقطع أمله منك ويمشي بطريقه. انتي مو سويتي هيك مشان تحميه ومشان ما يتأذى؟ هذا يلي بدك اياه من الأول، انتي سويتي الصح حبيبتي. ما كان بدي يصير هيك يا إبرو، بس ما كان عندي حل تاني. بعرف، بس بنصحك تنسي كل شيء وعيشي حياتك. طلعي قدامك وروحي على اسطنبول، أسسي بيتك وعائلتك هنيك. تعالي تعالي، سكري الماضي، لا عاد تفتحيه بنوب. أهلين وسهلين حبيبتي. ورجيني. لسه ما خلصت الحال، لسه بده كثير شغل. طيب ورجيني شوي. لسه ما خلصت. ايه عن جد مو معروف شو عم تساوي. الله يسامحك، قلت لك لسه ما خلصت. هذا رح يكون الموديل، وبعد ما خلصه انا رح بلش ساوي القارب اللي كنت عم بحلم فيه كل حياتي. ما رح يكون في مثله باسمي، استني وشوف. اعطيني. شو عم تساوي؟ لسه ما خلصته، لا ترسمي عليه. كنان قطع كل أمله فيكي ومشي بطريقه. شفت كنان هو وبنت، بصراحة كتير حلوة، شفتهم كانوا متعانقين على القارب. جروح القلب وأوجاع وما بتشبه أي شي تاني. بعرف إذا القلب صار يتوجع
ما في شي ممكن يسكن أوجاعه ولا أي دواء، خاصة إذا يلي بتحبه تركك بنص الطريق. ممكن يمضى العمر بس الجرح ما بيمضى. بعرف. بس بتعرف شو الأصعب بالموضوع؟ إنك تكره يلي بتحبه وعطيته عمرك. إذا الكره إجا بمكان الحب ساعتها رح تتعذب، لأنه عيونك ما عاد يشوفوا غير العتمة، والمحبة يلي براسك تتحول لكره وحقد. البنت يلي تركتك بنص الطريق وراحت هي بنتي، أنا كبرتها بمحبة. صحيح الإنسان ممكن يعطي قطعة من روحه لابنه، بس للأسف ما بيقدر يعطي قطعة من ضميره. انسى كنان، انسى حبك وانسى كرهك يا ابني. تجاهلها من شان تقدر تتنفس، انساها لتقدر تستمر بحياتك. بصراحة ما عم استوعب. أهو بتعرفي شو اللي عم بستصعبه؟ أنا عطيتها قلبي اللي كنت بملكه، أنا عطيتها روحي وكل عمري، حتى أنا كنت مستعد أني أفديها بروحي، بس هي ما اهتمت. كل همها كان المصاري، رقدت ورا الثروه. طيب هي ليش عملت هيك؟ ليش؟ ليش ضحكت علي طول هالفترة الماضية؟ ليش ضيعت وقتها معي طالما بتعرف إنه ما معي مصاري؟ ها؟ شو كان بدها مني؟ الله يسود وشها يا ابني. لا تلاحقها، انساها كنان، لا عاد تفكر فيها أبدا. مزبوط، ما لازم فكر فيها، بس أنا متت يا أمي. متت يا أمي. هزال، شو صار لإيدك؟ بطلب لك دكتور؟ ما في داعي. ما بصير هيك، إيدك كتير عم تنزف. أنا منيحة، تركني بحالي. ماشي، طيب خليني أشوف إذا جرحك غميق. لا تقرب مني. لسه شو بدك مني كمان؟ هي أخذت اللي بدك إياه، حياتي وأحلامي وسعادتي، سرقت مني كل عمري، لسه شو بدك كمان؟ ماشي، منحكي بهالأمور بعدين، خليني أشوف جرحك هلأ. تعرف؟ هاد ولا شيء قدام الجرح اللي سببت لي. انت حرقت لي روحي، انت جرحتني بقلبي، انت كمان سرقت مني انفاسي. مفكر اني رح اتوجع من هالجرح؟ قتلتني بهداك اليوم بالقارب يلي قدامك هلا جثة ميتة. انا بلا روح وما عاد بدي منك شيء. هزال، كل اللي بدي اياه انك تحبيني وبس، لاني بعشقك. ولك لا تلمسني، بعد عني. هزال، بترجاكي حبيني لو سمحتي. انا في عندي حب وعشق بس راحوا مع كنان. قلبي بس لكنان، قلبي ما بينبض مشانك فرال، حتى اذا بدي ما بينبض الك. شو صاير؟ سنان دمير أغلو، تعال معنا. شو عم تساووا؟ مين انتو؟ سكوت وامشي.
أنا بدي روح يا ابني. وإنت حاول تنام وترتاح شوي، لا تترك حالك هيك وإلا بتنهار بعدين. لا تقلق علي. كيف يعني ما أقلق عليك؟ أنت اعتبرت أمك ميتة وأنا بنتي ماتت، هلأ نحن أم وابنة ماشي؟ صحيح إنه جرحنا كتير غميق، بس رح نضمده سوا. ايه قول. ماشي فهمت، سكر سكر معلم. نحن لازم نروح بسرعة معلم، موضوع مهم. انت ما احتجت لي تعال عندي ماشي او اتصل، لا تفكر انك لحالك. ماشي ماشي. طيب انا رح روح. فيني فوت؟ طبعا. انا رايحه على اسطنبول، طيارتي بعد ساعه. انتي لحالك؟ يعني مو على أساس نروح سوا؟ مزبوط على أساس نروح سوا، بس تلخبطت شوية أمور بالشغل، لازم كون هنيك المساء لأنه عندي اجتماع مهم. توصلي بالسلامة أرمك. شكرا. أنت بكرة مسافرة على اسطنبول، شوفك هنيك، ديري بالك على حالك، لا تفكري بأي شي ولا تزعلي حالك، كل الأمور باسطنبول رح تكون بتجنن. شوفك. حبيبة قلبي أرماك، من وين طلعت لك قصة السفر على اسطنبول بهالسرعة؟ على أساس نسافر كلياتنا بكرة؟ أنا ما قلت لك يا أمي، صار في عندي مشكلة بالشغل، أنا اتفقت مع الكل ونظمت البرنامج، إذا ما رحت بتتعقد الأمور. أنا ما عم بفهم ليش عم تشغلي حالك بهالأمور، بس ما علينا، هذا الشغل تبعي وبحبه. أمي تركيها على راحتها، أساسا بكرة رايحين. أخذتي أدويتك مو هيك يا بنتي؟ أخذتهم، لا تاكلي هم. اصحك تهملي الأدوية حبيبة قلبي وانتبهي على حالك، قلت لسلمى إنه تهتم فيكي. لا تطلعي فيني يا أرماك، لا تهملي أدويتك بنوم. ماشي فهمت، لا تاكلوا هم. تعالي لشوف. شوفك باسطنبول. شوفك. صحيح وينه أخي سينان ودفنا؟ دفنا قاعدة بغرفتها وسينان مثل العادة برات البيت. ماشي لكن وصلوا لهم سلامي. ماشي كنجار. نعم يا خانم. ديروا بالكم وفتحوا عيونكم منيح. ماشي، ما منعرف عزيز توبراك شو رح يساوي. لا تشغلي بالك أبدا، أنا أخذت رجال معي. لا تتركوها لحتى تقلع الطيارة. أمي بلا مبالغة، بتساوي مثل ما قلت لك، فهمت؟ فهمت جنان خانم. تعالي. أنا في عندي حب وعشق، بس راحوا مع كنان، قلبي بس لكنان، قلبي ما بينبض مشانك فرار، حتى إذا بدي ما بينبض إلك. هازال ما رح تفيد فرار، ورح توصله لحالي أسوأ من اللي وصلته إلها ناز. لا تاكلي هم، ما بسمح له.
يا ريت لو كان بيطلع بإيدك يا أمي، لأنه قبل سنتين كمان كتير ساءت حالته لفورال وما قدرتي تساعدي. هذا مرض يا أمي، ما منعرف إمتى ممكن تجي النوبة. يا ريت لو إنك كمان ما كسرتي له قلبه لسنان، لأنه إذا ساءت حالة فورال ساعتها رح تحتاجي سنان. تعرفي شو بيساوي الطمع عند الشخص الفاشل؟ في عنده طموح بس ما عنده لا ذكاء ولا الخبرة ليوصل للي بده اياه. بالوقت يلي ما عم تقدري تبعدي جوزك عن لعب القمار، انت عم تطمعي انك تديري العيلة. كتير بتضحكي، عن جد كتير بتضحكي. منشوف يا جنان خانم، لما هزال تعرف بموضوع ناز ساعتها منشوف كيف رح تديري هاي العيلة. منشوف. ولك فكوني يا كلاب، فكوني. قولولي مين انتو، ها مين انتو؟ ولك فكوني، انتو شو بدكم مني؟ مين انتو يا كلاب؟ قولوا. انا سددت ديني، شو بدكم مني كمان لسه؟ انتو شو بدكم؟ ولك قولوا مين انتو، مين؟ كشفولي عن عيوني. ديونكم ما بتتسدد بسهولة يا علي الدمير أوغلو. عزيز، أنا ما سويت لك أي شيء، ليش جبتني على هذا المكان؟ أنت شو بدك مني؟ أنت بتعرف منيح شو بدي. الانتقام. بس أنا ما سويت شيء، مشكلتك مع أخي، سوي فيه اللي بدك إياه. أنا ما إلي علاقة بشيء، بترجاك تركني. ولك حاجة تصرخ مثل أولاد صغار؟ اسكت دقيقتين لأعرف أحكي. قال أنت متضايق على مصاري، لهالسبب تورطت بشغلة المخدرات وفشلت فيها، وصلتني أخبارك. هلأ أنا بدي أعرض عليك شغل يا سنان، واتنيناتنا رح نربح منيح من هذا الشغل بالنهاية. شو كانوا يقولوا؟ فيفتي، تربح بربح، ماشي؟ رح يجي يوم وتحبيني يا هازال، وانتي رح تحبيني أكتر من هداك الرجال. هذا يلي مخليني عايش، رح أعيش مشان اليوم اللي رح تحبيني فيه. انتو متأكدين من الكلام اللي عم تقول؟ الواطي فورال هو اللي حرق لي القارب؟ نحن متأكدين كنان، فورال هو اللي حرق القارب. هن مثل الأفاعي، ولهذا السبب هاجموا أحمد كمان. كل قصدن ونيتن أنه يوقعوك بالفخ، ولسه رح يساووا أكتر ورح يضغطوا عليك أكتر كمان. الدم يلي بالشرايين ممكن يوقف، بس عمايلن الوسخة ما بتوقف. عائلة ديمير أغلو اليوم بدهن يرجعوا على اسطنبول. يلا تعا معي، الأخلاق ما بتنفع مع هيك كلاب يا أبضاي.
نحن رح نحاسبهم وندفعهم الثمن غالي على اللي سووه فيك. رح نخليهم يتمنوا يموتوا. إذا جاهزة لازم نروح بسرعة. جاهزة. لا تعمليها. اصحك تفكري تطلعي من السيارة أو يطلع صوتك هزال. لا تساوي أي شيء. فورال وقف لا تنزل. فورال كنجار. جوزك قلك ضلي بالسيارة. سنان مين هاد؟ شو عم يصير؟ شو القصة يا ترى؟ خير يا صياد السمك؟ لا تكوني جيت لتودعني. لك شو انت من بين الرجال؟ على فرض انه عندك مشكلة معي، ليش لحتى تحرق القارب تبع ابي وهجمت على رجال معاق؟ اذا عندك شجاعة ليش ما بتطلع قدامي وبتواجهني مثل الرجال؟ عندي الشجاعة بس ما عندي الوقت ابدا. مرتي عم تستناني بالسيارة، نازلين على اسطنبول. ما رح اطلعك طريقة، اجيت لحذرك. افتح أدانك واسمعني كتير منيح. يكون بعلمك لا مصاريك ولا ثروتك ولا شركاتك بتهمني، وما بخاف من كلابك ولا حتى بخاف منك كمان. انت اجيت لهون بس مشان تحاسبني على قارب الخردة تبعك؟ عن جد يا عيب الشوم عليك، فكرت عندك سبب مهم لحتى تقطع لي طريقي؟ مفكر انك كبير وعندك قيمة كبيرة؟ بس انت مانك كبير لهالدرجة. انت صغير، حتى صغير لدرجة انك تحاول تشتري الحب المصاري. اسمع شو بدي لك وحطه جوات راسك. الحب يلي بينشره ما بيكون اسمه حب. خليك بعيد عني وعن اخي من اليوم ورايح. اذا بالمحظلك قريب مني او من اخي، ساعتها انا رح حاسبك ودفعك الثمن غالي. يكون بعلمك هاي نصيحة من صياد السمك. مع أول ما نوصل على اسطنبول تمحو أثره لهداك الحشرة، فهمت؟ معلم هلأ خبروني إنه عيلة دمير أوغلو طلعوا بالطيارة. خليهم يروحوا، طريق الصراط هو اللي بيوصلهم على جهنم أو على الجنة. إذا مفكرين حالهم إنه رايحين على الجنة
بيلاقوا حالهم بجهنم الحمراء. الحمد لله على سلامتكم. أهلا وسهلا. أهلا فيك. وصلوا؟ إيه الحمد لله وصلوا. عمهلك يا بنت هلأ بتوقعي. نيف راسي بال. يلا تعالوا يا بنات. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك حبيبتي. أهلا وسهلا أخي. أهلا فيكي. ليش وجوهكن عابسة لهالدرجة؟ والله الأحسن تسألي أخوكي. عن شو عم يحكي؟ اسمعي الوضع متوتر شوي. خطيبة السابق لهازال قطع طريقنا. عن جد؟ الموضوع مو كتير مهم. بالنهاية هو ولد أزعر من قطاعين الطرق. بس اتضايقنا شوي من الموقف. أهلا وسهلا. أهلا فيكي. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. أهلا وسهلا جنان خانم. أهلا فيكي سلمى. أنتوا جهزتوا كل شيء؟ إيه كل شيء جاهز. نظفتوا مثل ما طلبت مو هيك؟ إيه نظفنا. حلو. بنتي أرماك. أهلين وسهلين أمي. أهلين فيك حبيبة قلبي. إيه طمنيني خلصتي شغلك؟ إيه أمي خلصت شغلي. بس عرفت إنه صار شيء بخص هازال. دفنا ما بتقدر تضب لسانة. ما في شيء حياتي. مشكلة صغيرة بس انحلت. سبال جهزي لي الحمام. أنا بدي فوت اتحمام وارتاح بعدين بنحكي. ماشي؟ ماشي أمي. بشوفك. وينهم فورال وهازال؟ ها اجوا. أهلين فورال بيك. يا ربي اختي سلمى. لا تواخذيني ما قدرت اتمالك حالي. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. ألف مبروك. أهلا وسهلا. أهلا فيكي ببيتك الجديد. أهلا فيكي أرماك. الأخ عرفان والأخت سلمى نعتبرهم من عائلتنا. شرفنا. إلنا الشرف. غرفتنا جاهزة يا ترى؟ إيه طبعا كل شي جاهز. تفضلوا. تعالي. إيه كيف كانت الرحلة؟ ما في داعي تشلحي من رجلك. تفضلي فوتي. أخي هازال أنا بنفسي رح ساوي لكم أطيب قهوة. غرفتكم فوق. تفضلي. تعالي. ما في شيء أحلى منك يا حبيبتي. شو صار هون؟ يلا جمعيهم بسرعة. استعجلي. لا تعصبي حالك هنن بيجمعوهم. يلا يا بنتي استعجلي. يلا يلا لشوف. فورال أكيد بتكونوا تعبانين. طلعوا على غرفتكم وارتاحوا شوي.
كتير بعتذر، كتير كتير بعتذر. شو هاد يلي صار سلمى؟ مو أنا قلتلك بتنطفي كل شيء قبل ما نجي؟ لا تؤاخذينا يا خانم، بس ما حبينا نرمي الشغلات الغالية قبل ما أسألك. عجبتك غرفتنا؟ إيه حبيبتي اللي صار بعدين؟ تفضل سينام بيك. شكرا لك. صحتين وهنا. ايه ولما كنا بالطريق رايحين باتجاه المطار الرجال طلع قدامنا، لو انك شايفتي مثل الزعران، مفكر انه عم يساوي بطولة. طيب واخي شو عمل؟ ولا شي، سمع كلام صياد السمك. لانه تزوج وحدة مثل هازال. هازال شو إلها علاقة بهالشي؟ مو هي قالت للرجال ما عاد يلحقها؟ كيف كان اجتماعك أرماك؟ يا ترى قدرت تحلي المشاكل؟ ايه حليت كل شيء أخي. كتير منيح. أكيد رح تدعينا على الافتتاح ما؟ طبعا، بما أنك ممول رح تكون ضيف الشرف فورال بيك. أخي؟ شو وين مرت أخي؟ تعبانة وعم ترتاح بغرفتها. لسه ولا مرة قعدت معنا، لا تصير منا وفينا. مو حلوة نكون مثل الغريبين بنفس البيت، مو هيك أخي؟ بعدين هي ما عم تاكل منيح، أنا كتير خايفة إنه تمرض أو يصير لشي. خبرتهم ياخدوا لها أكل. بالحقيقة ما في مشكلة بنوب، ليش لا تجي لهون طالما فيها تنبسط بالمناظر الحلوة من غرفتها، مو هيك فورال؟ هي مزبوط، معك حق بهالكلام. أنا بدي ضل لحالي. هذا اللي عاد تساوي هيك، ما رح يجيكي أي أذى مني. ما رح يجيني أي أذى منك؟ مثل ما وعدتك ما رح ألمسك، أنا ما رح مد إيدي عليكي، وإذا بدك ما منحكي كمان، بس خليني أكون جنبك. طلع لبرا. كل اللي بدي إياه بس أني أكون جنبك لو سمحتي هازال، أنا كتير بحبك. أنا بقرف منك، فهم؟ ما رح يخلص حقدك وكرهك هاد؟ قسماً بالله ما عم بعرف شو لازم أعمل لحتى تقدري تحبيني. قولي أنت شو بدك ياني ساوي لساوي. يا ترى فيك ترجع الزمن؟ ما فيك ترجع، مو هيك؟ إذا ما صارت معجزة ورجع الزمن أنا رح ضل أكرهك وأقرف منك. حتى لو كنت بقدر رجع الزمن لورا لكنت عدت نفس الشيء. بس أنا ما كنت عدت نفس الشيء، كنت قتلتك وخلصت عليك بالقارب من دون ما أتردد. هازال، إذا كان كرهك لإلي رح يروح فيك تعمليها، إذا كان وشك رح يضحك طعنيني بهالسكين، يلا عمليها.
جينا لناخدك كنان، عنا جوز كلام بدنا نحكي لك. حلو عني مشان الله. قول لمعلمكم الواطي إذا عنده الجرأة والشجاعة يجي بنفسه. طبعا ما عنده، بلا ما يبعت لي كلابه ويضيع لي وقتي. فهمت؟ يلا. يلا عمليها، لأنه إذا ما عملتيها هلأ ممكن تندمي بالمستقبل. الزمن ما بيرجع. يلا طعنيني يلا. الشي اللي أنا خسرته بسببك، لو بعرف أنه رح يرجع لي بغيابك لكنت موتك من دون ما أتردد. بس تأخر الوقت، حتى إذا أنت متت ما رح يرجع شي مثل ما كان. انتو شو عم تساووا؟ اتركوه! شو عم تساووا؟ كنان! كنان! يلا اتركوه يا كلاب، شو بدكم منه؟ كنان! كنان! هزال! هزال! اجوا اخذوا كنان! رجال فورال رح يقتلوه! هزال عملي شي! هزال انت عم تسمعيني؟ عم اسمعك ابرو، يلا كملي. فورال، كيف قدرت تساوي هيك شي؟ يلا وقف رجالك بسرعة. صياد السمك عاش زيادة، لا تتعبي حالك على الفاضي. اسمع، اذا بيصير شي لكنان ساعتها رح اقول كل شي لهزال ورح خبر عن كل شي ساويته. وقتها هي ما عاد تطلع بوشك. بالله جد؟ وانا كمان عندي كلام لهزال. يكون بعلمك يا ابرو، رح خبر هزال انك ساعدتيني بكل شي ولا نسيتي انه انت يلي زتيتيها قدامي. ما بتصدقك هزال، ما رح تصدقك وما بتقدر تثبت شي. ايه بس رح تصدق تسجيلات الكاميرا. فيديو اللحظة يلي قدمتي لي فيها هداك العرض هو احلى فيديو بكل الارشيف تبعي. صدقيني، في اتفاق بيناتنا فورال، وعدتني ما تأذي لكنان. لا تواخذيني، انا فسخت الاتفاق، ما عاد في لزوم لصياد السمك. وانتي بلشي بالحداد من هلأ على كنان تبعك، وان شاء الله بعد سنة او سنتين بتلاقي حدا غيره. الله يلعنك، شو انك كلب حقير! الله يلعنك، شو كلب حقير!
طلعت واخذيني، ما كنت بعرف انه انت بالغرفه. بيجي بعدين. انا اسفه. استني لا تروحي، ما في داعي تعتذري بنوب. ليش كل ما شفتيني بتخافي بتتوتري؟ ابدا، بس ما كنت بعرف انك بالغرفه لهالسبب خفت. ناس خانو هي مو ناس حبيبتي. هازال صار لها 3 شهور وما تعلمتي. انا اسفه. مو مشكله، انا بعتذر. تعالي معي. لوين؟ رح نروح سوا على السوق. ما بدي روح على مكان. ما بيصير تضلي بالبيت، يلا تعالي. غير مره، وعد. الله يسلم ايديكي. انا برايي صار مناسب منيح. طيب بشوفك. رح اعرض الفندق اللي بششمه للبيع. وشو السبب؟ ما ضل اي شيء بششمه، حاجه رح ابيعه. اساسا ما كان استثمار ناجح. على اساس انت بتعرف ما عندي غير استثمار واحد مو ناجح، هو انت اكين. انت طلبتني اخي عزيز؟ تعال احمد. حافظ، وينك حافظ؟ نعم علم. خد احمد وروحوا سوا على السوق، بتغير له مظهره من راسه لرجليه. بامرك. احمد لا تواخذني، ما قدرنا نهتم فيك منيح بسبب المشاكل. استغفر الله اخي عزيز، اساسا انا صرت عبء عليكم. شلون يعني عبء؟ انت هلا واحد من العيله. الله يخلي لنا اياك. شكرا. ويكون بعلمك عن قريب رح نلاقي لك شغل بالشركه كمان، بتضل مع اكين وبتشتغلوا سوا وبعدين منشوف الوضع. ما بعرف كيف بدي اوفيكم حقكم. الله يخلي لي اياك. العفو، استغفر الله. اسمع، انت امانه عنا يا احمد، والانسان اللي ما بيحافظ على الامانه ما بنعتبره رجال بكتبنا وعاداتنا. وانت لا تفكر بأي شيء، ماشي؟ تعال أخي، امشي. كيف يعني انت نقلت كل الأسهم تبعك لشريكك؟ بتوقع قلتلك اني كتير تعبت، وبالحقيقة شريكي أعطاني عرض منيح، ولهالسبب أنا انسحبت من إدارة الشركة. مدحت بيك، نحن اتفقنا معك انت وما لنا علاقة بشركائك. ضليت سنة ونص عم تلحقنا مشان نساوي العقد معك، وجبت لنا كتير عروض، كنت متحمس أكتر منا. شو صار فجأة لحتى بعت أسهمك؟ وبعد ما صرنا نتفق منيح عم تقول إنه بدك تنسحب؟ هالتصرف عيب وما بيصير. أمي اهدي شوي. أساساً مدحت بيك ما كان مهم أبداً بالنسبة لإلنا، لأنه الأهم بالنسبة لإلنا هو الشركة، ونحن أسهمنا بالشركة 50%، يعني ما في شي تغير. ولا أنا غلطان؟ لا أبداً، بالضبط هيك. منيح. لكن إمتى رح نتعرف على شريكنا الجديد؟ بالوقت يلي بتشوفوه مناسب، حتى هو كتير حابب إنه يتعرف عليكم بأسرع وقت. بهاي الحالة إذا بتبعت له إنه نحن عم نستناه هاي الليلة على العشاء ببيتنا بيكون منيح. فورا. وهلأ من بعد إذنك تركنا لحالنا، بدنا نحكي بأمور خاصة بالشركة، وبما إنه أنت ما عاد لك علاقة بالشركة فما عاد في داعي تضل قاعد. طيب ماشي. معناتها بشوفك. أمي لا تشغلي بالك. كيف يعني ما أشغل بالي فورال؟ نحن كنا منقدر نتحكم بمدحت بسهولة، هلأ ما منعرف شي عن الشريك الجديد ومين هو. ما بتفرق أبداً، نحن منعرف نديره، هو اللي لازم يقلق مو نحن. أمي بالنهاية رح يصير شريك جنان ديمير أغلو، لازم يقلق ويخاف. مدحت عم يتصل. نعم مدحت بيك. مرحبا جنان خانو، خبرت شريككم الجديد قال بيتشرف انه يكون ضيفكم اليوم المساء.
شكرا لك، ونحن على احر من الجمر لنتعرف عليه. عم نستناه الساعة 9 المساء. ماشي، رح خبره بهالشي. سلمي عفورال بيك. شكرا يا مدحت، طول حياتي ما رح انسى معروفك هاد. العفو اخي عزيز، انت في الك فضل كتير كبير علي، ما بنسى اللي قدمته لعائلتي قبل سنين. ما عاد في اي ديون بيناتنا، من هلا ورايح بيناتنا الصداقة والاخوة. انت اخي. تسلم. ايه، بعد تعب سنة ونص هالليلة رح ناخد المقابل. عائلة ديمير اوغلو رح يتعرفوا على شريكهم الجديد، مو هيك؟ دفنا، انت حكيتي مع أرماك؟ حكيت مع أمي، قال رح تلتقي مع رسامين ونحاتين من برات البلد، بتحاول تخلص عبكير مشان تلحق العشاء. عن جد هالبنت رح تجنني. أمي بعد إذنك ممكن تهدي شوي؟ لو سمحتي، باينتك كتير متوترة، حاولي تهدي. طولي بالك. وين سنان؟ ما بعرف. كيف يعني ما بتعرفي؟ يعني ما بعرف يا أمي، كتير اتصلت فيه بس موبايله مسكر، ما قدرت أحكي معه. ما عم بفهم قلة المسؤولية يلي عنده. سنان وأرماك ما عم يستوعبوا أبداً أهمية العشاء مشان الشركة وعائلتنا. سنان مو هيك، أرماك مو هيك. يا حبيبتي ما في داعي لكل هالعصبية والتوتر، لا تضايقي حالك. بعدين مو أنتي سحبتي كل حقوقه بالشركة من إيده؟ ما عاد له علاقة بالشركة مو هيك؟ دفنا، الزمي حدك، ما حدا بهالبيت بحق له يشكك بقراراتي ابدا. لا استغفر الله. بس يا امي انا ما فيني ضل ساكتة اكثر. يا ترى ليش ما بتقولي هالكلام لبنتك وكنتك الجديدة؟ من لما اجينا على اسطنبول ارماك ما بتقعد بالبيت كثير، وهازال نفس الشي كمان، هي دايما بتتصرف على هواها وما بتهتم لا بكلامي ولا بكلام فورال. هي ما رح تجي على العشاء الليلة، هي قالت انه ما بيهمها ابدا. شو قالت؟ قولي شو قالت بالضبط. قبل شوي انا التقيت بهازال فوق، لما شفت انها مو جاهزة فورا سألتها ليش ما جهزتي حالك، قالت لي انه ما بدها تنزل على العشاء، وأنا قلت لها مثل ما بدك، ما فيني أقول شي. بتعرفي يا أمي الظاهر كنتك الجديدة كتير شرسة، والله بينخاف منها. أنا نازل لتحت، وأنتي جهزي حالك وانزلي لأنه قرب يوصل ضيفنا. بس أنا قلت لك ما رح انضم لهالعشاء. أنا خليتهم يشتروا لك هذا الفستان الجديد، كتير رح يلبق لك. قلت لك أنا ما رح انزل لتحت، ما بدي يكون معكن على العشاء، فهم بقى. يا ريت تكوني تحت بعد ربع ساعة، مفهوم؟ كلياتنا رح نستقبل ضيفنا مع بعض، لا تتأخري. أنا قلت لك ما بدي أنزل، شريككم الجديد وشركاتكم وعائلتكم ما بتهمني. مو عائلتكم، عائلتنا يا هازال. إذا هالشي عجبك ولا ما عجبك، أنت مرتي وهي صارت عائلتك، مفهوم؟ أنت هازال ديمير أوغلو. لك أنا صار لي 3 شهور عم بصبر وأتحمل مشان ما أجرحك، بس بالنهاية كل واحد له حدود. البسي هالفستان وكوني تحت خلال ربع ساعة بس، مفهوم؟ يا مرتي